الأصحاح الخامس. أما الشيوخ الذين بينكم فأناشدهم، أنا الشيخ مثلهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد الذي سيظهر قريبا، أن يرعوا رعية الله التي في عنايتهم ويحرسوها طوعا لا جبرا كما يريد الله، لا رغبة في مكسب خسيس بل بحماسة. ولا تتسلطوا على الذين هم في عنايتكم، بل كونوا قدوة للرعية. ومتى ظهر راعي الرعاة تنالون إكليلا من المجد لا يذبل. كذلك أنتم الشبان اخضعوا للشيوخ، والبسوا كلكم ثوب التواضع في معاملة بعضكم لبعض، لأن الله يصد المتكبرين وينعم على المتواضعين. فاتضعوا تحت يد الله القادرة ليرفعكم عندما يحين الوقت، وألقوا كل أهمكم عليه وهو يعتني بكم. تيقظوا واسهروا، لأن عدوكم إبليس يجول كالأسد الزائر باحثا عن فريسة له. فاثبتوا في إيمانكم وقاوموه، عالمين أن إخوتكم المؤمنين في العالم كله يعانون الآلام ذاتها. وإله كل نعمة، الإله الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، هو الذي يجعلكم كاملين بعدما تألمتم قليلا، ويثبتكم ويقويكم ويجعلكم راسخين، له العزة إلى الأبد. آمين. أكتب إليكم هذه الرسالة الوجيزة بيد سلوانوس، وهو عندي أخ أمين، لأشجعكم بها وأشهد أن نعمة الله الحقيقية هي ما ذكرت، فاثبتوا فيها. كنيسة بابل وهي مثلكم مختارة من الله تسلم عليكم، ويسلم عليكم مرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام عليكم جميعا، أنتم الذين في المسيح.